بنتكلم عن ترشيد المياه، نقدر نقول ان احنا في وقت قريب هيختفي الري بالغمر، كله هيبقى وسائل حديثه في خلال 3 4 سنين. 3 4 سنين باذن الله. ده هيفرق معانا كتير في وفر المياه، هيفرق في عداله توزيع المياه. زي ما قلت، كان في اراضي ما بتترويش بقالها 40 سنه بسبب نقص المياه، لان هم في النهايات. دلوقتي هيبقى في عداله، كل الارض اللي هي كانت بتروي قبل كده هتقدر تروي. هيبقى عندي هكفي احتياجات ميه الشرب، لان انا لما انا اقلل استهلاك المياه في الزراعه انا عندي سكان بتزيد ومحتاج ميه شرب زياده، فبالتالي هاخد من هنا احط هنا. احنا استهلاك المياه في الزراعه قل نتيجه الاجراءات دي. تبطين الترع نفسه، يعني كل الناس على الارض، لامس الناس على الارض. لما هنخش بقى جوه الارض بتاعته نفسه، نبطن المسقه وندخل شبكه ري بالتنقيط، ده اكيد هيفرق جامد جدا في حياه الفلاح نفسه. ومحدش بقى يقول المساحات الصغيره ما تنفعش وتنفع، لا. انا شفت من الناس اللي كرمناهم برضو، ناس عامله 9 قراريط ري حديث، وعشان يزود بقى انتاجه اكتر راح خلى 9 قراريط عشان يعظم الاستفاده منهم، عمل صوبه فزود الانتاج 3 4 مرات، فدخله زاد. فبقى بيقول لي انا من غير ري الحديث ده انا مش هينفع اصل على الارض دي، انت تكلفتها غاليه جدا. التجارب دي يعني الوزارة حريصة على انها تجمعها، على موجودة أنها كلها فيديوهات موجودة بالفلاحين نفسهم هم اللي بيشرحوها. يعني ممكن ان شاء الله سيادتك نوفر لك فلاشة. المهم قوي الفلاحين دول ياخدوا حقهم ويظهروا، لان هم الجنود اللي ورا الكواليس وهم صحيح. مسؤولين جدا. يعني في مشروع حياة كريمة تبطين الترع الحقيقة كان من اهم جوانب المشروع. تبطين الترع وصلنا فيه لغايه فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي خلصنا، يعني برضه عشان اقول برضه حق معلومه، احنا كنا في السنه بنعمل تبطين قبل المشروع ما يبتدي، بنعمل تبطين ل 20 كيلو. 20 كيلو. دلوقتي احنا تقريبا يعني احنا بنعمل ال 20 كيلو في يوم. يعني هي دلوقتي تحديدا 18، من 15 ل 18 وصلنا للمعدل ده. في اليوم، فده معدل كبير، عشان كده لامس الناس كلها. احنا خلصنا حوالي 4200 كيلو. 4000. وان شاء الله يعني لحد 30/6 اللي جاي ممكن نخلص باذن الله 2000 كيلو، يعني مقاولين دلوقتي شغالين في 4000 كيلو كمان. تمام. على يعني 2024 نخلص حوالي 20000 كيلو. يعني 23/6 ونص و24/6 ونص. المشروع ده رغم اهميته الكبيره الناس محتاجه تسمع من حضرتك عن الاهميه، لانه الحقيقه فيه احنا بنتكلم عن وفر ميه وبنتكلم عن تلوث وعن امراض. يعني المشروع ده كان مهم ليه للناس؟ هقول لك على حاجه، يعني هي السعاده بتاعت الناس الواحد بيشوفها في كوميكس وفي سلوك الناس. لما انا كان في تلوث بصري، اول حاجه انا بمشي في الترعة بشم ريحة مش كويسة، بشوف قمامة، بشوف حيوانات نافقة، فالناس بتبقى زعلانة. فده اول حاجة، اول فايدة ان في راحة العين بقت الترعة. كان الناس بتضغط مثلا يقول لك غطينا الترعة، تغطية الترعة ديت انا بداري المشكلة. دلوقتي لا، التبطين ده خلى في حاجة جميلة في كل مكان، فهتحسن الذوق العام. تمام. دي مهمة جدا. يعني تاني حاجة السرعة بتاع توصيل المية. انا كنت مثلا عشان اوصل المية لنهاية الترعة كان ممكن المناوبة 5 ايام يخلصوا ال5 ايام وما توصلش للنهاية، فتلاقي في اراضي ما بتتزرعش. دلوقتي بعد 2 ساعة المية بتوصل لنهاية الترعة.